بألوانه المميزة وكافة تفاصيله التي تعكس جمال المرأة الدويرية، تنوع اللباس التقليدي لهذه الجهة أثث فعاليات المعرض النموذجي للباس النسائي الدويري وإبداعات الحرفيات الذي يهدف للتعريف بالموروث الثقافي والحضاري للجهة ذات الأصول الأمازيغية. هي لبسة دويرية، هذه من الدويرات قرية جبلية في تطاوين زاخرة ما شاء الله باللباس الأمازيغي، لكن الدويرات تختص بحاجات خاصة بها هي. أول ما لبست الجريدي. الجريدي هذا هي خدمته بيدها من الصوف والحرير، تنسجوا وتصبغوا وحدها. عندنا المريول، عندنا المريول في برشا أنواع، فما الخالصي فما الروحية، هذا نقولوا له تيقا فضة ومغطس في الذهب. هذه قصة كيف تتلضم بالمرجان. حاولنا أن نعملوها التظاهرة هذه باش نبرزوها باش نأرخوها، نحبوا نوثقوها. فيه عروض أزياء دويرية، فيه ورشات تنشيطية للأطفال، عندنا حكواتي فقرة مزيانة برشا باش يحكي لنا حكواتي حكاية بين الممات وبنت بنتها باش تورثها اللباس التقليدي هذا متاعنا. عادات وتقاليد أهالي الدويرات ونمط عيشهم يعكس إبداعاتهم الحرفية بلمسة عصرية تم عرضها خلال هذه التظاهرة. خذينا التيشيو متاعنا وعملناهم جبايب، عملناهم الضراب، عملناهم باش نطوروا شويه وخلينا في نفس الوقت نخيطوا السواره نتاعنا بطريقتنا القديمه. يعني عندي نسيج المرقوم يتميز بالرقمه بالانواع المرقوم والصوف والجداد اللي هو صوف، مش باش نخليوه باش يندثر، قاعدين نجدوا نبتكروا فيه، نعنوا فيه ملبوس يومي ونعنوا فيه برشا حاجات. شوفوا لي زارتيكل نتاعنا برشا صعوبات في الماتير بريمير ما عددش في العبيد اللي تخدمها، الناس الكل هربت، تعرف العزوف على المنسوجات وعلى الصناعه التقليديه على خطرها ياسر تاخذ وقت وتتخدم باليد. حاجه اخرى زاد انك باش تبيع وتخرج المنتوج نتاعك حاجه ياسر صعيبه، سيرتو انه ما عندناش طابع. رب التمر نخدموه مثلا نعملوه للفطور الصباح، تم صغار يحبوه يعملوه ياكلوه كي المعجون. فقرات متنوعة تتضمنها فعاليات المعرض للباس الدويري النسائي وإبداعات الحرفيات بفضاء النادي الثقافي علي البلهوان بتونس العاصمة الذي يتواصل إلى غاية 31 من هذا الشهر.